في الحقيقة الأكاديمية الوطنية للتدريب بتعمل شغل هايل جدا، يعني بداية من تدريبها لعدد كبير من الشباب اللي أسهم في تنظيم عدد كبير من المؤتمرات الدولية زي كوب 27، زي مؤتمرات الشباب سواء المحلية أو نسخ الدولية. بنشوف قدرة كبيرة جدا على الوعي، بنشوف مجهود كبير عمله الدكتورة رشا راغب، بنشوف أيضا عدد كبير جدا من الكوادر الشابة اللي قدرت فعلا يعني تخلي اسم مصر يليق بعام 2023. بنتكلم ان هم طبعا بيعملوا مجهود كبير جدا في رفع الوعي بالقضايا مش بس المحليه لكن الاقليميه وكمان الدوليه، وده اللي احنا شفناه يمكن في التقرير اللي فات. صحيح. على كل حال احنا نسيب حضراتكم مع موجز مع اهم واخر الانباء مع لميا. اتفضل يا لميا. شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لوساكا في مستهل زيارة هي الأولى من نوعها للرئيس المصري، حيث يشارك الرئيس السيسي في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقي كوميسا، والتي تشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. هذا وقد أجريت مراسم استقبال رسمية وشعبية للرئيس السيسي لدى وصوله إلى مطار لوساكا. وتنطلق اليوم أعمال القمة 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب أفريقي الكوميسا بالعاصمة زامبيا لوساكا، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. وستركز قمة الكوميسا التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة أفريقية على سبل دفع عمليات التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجارية بين الدول الأعضاء بالتجمع. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفهم مصر لقضية التنمية في إثيوبيا، مشددا في الوقت نفسه على أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره مصدر المياه الوحيد للمصريين منذ آلاف السنين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنغولي جواو لورينسو، أكد الرئيس السيسي أن مصر خاضت مفاوضات لمدة 10 سنوات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد حسب القوانين الدولية، ولم تطلب طلبات استثنائية. وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، قال الرئيس السيسي إن الصراع في السودان أثر على مصر بشكل كبير، حيث أنه خلال الأسابيع 8 الماضية نزح حوالي 200,000 سوداني إلى الحدود المصرية، مشددا على ضرورة التعاون لوقف إطلاق النار بالسودان. هذا كما شدد الرئيس السيسي بأن مصر على استعداد للتعاون مع أنغولا من خلال اللجنة الاستثمارية في البلدين، مشيرا إلى الخبرة الواسعة للشركات المصرية خاصة في مشاريع البنية الأساسية. نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أي ضلوع لكييف بتفجير خطي أنابيب نورد ستريم، وذلك وسط تكهنات متزايدة بوقوف بلاده خلف التفجيرات. وفي تصريحات له قال زيلنسكي إنه بصفته رئيس البلاد لديه صلاحية إصدار الأوامر، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن. وأوضح زيلنسكي أن الجيش الأوكراني والأجهزة الاستخباراتية لم تفعل شيئا من هذا القبيل، مضيفا أنه لا يوجد أي دليل على تورط أوكرانيا في هذا الأمر. قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا بأن المحادثات حول حل الصراع مع روسيا لا يمكن أن تبدأ فقط بوقف القتال. وفي تصريحات له أضاف ديمترو كوليبا أن أكثر من 100 جولة من المشاورات والمحاولات للتوصل لوقف إطلاق النار منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 لم تتمحض إلا عن عملية عسكرية شاملة لأوكرانيا في فبراير 2022. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة للدول، وذلك للحد من المخاطر المتصلة بالتقنية الحديثة. وقبيل محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، قال سوناك إنه على مر التاريخ تم اختراع تقنيات ثورية حديثة وتم تسخيرها لصالح خير البشرية، وهذا ما يجب القيام به مجددا. Anyway, because all you need is a board, right? So I've been trying new hobbies. Yeah.
أصدرت نحو 13 ولاية أمريكية في الساحل الشرقي تحذيرات للملايين من سكانها بشأن جودة الهواء، وذلك بعد أن دفعت الرياح دخان حرائق الغابات شرقي كندا باتجاه الولايات المتحدة. ونصحت دائرة الأرصاد الجوية للأمريكيين في الساحل الشرقي للبلاد بمراقبة جودة الهواء. وأشارت تقديرات إلى أن 55 مليون أمريكي باتوا يستنشقون هواء ملوثا، وذلك بسبب دخان حرائق كندا. يأتي هذا فيما دعا البيت الأبيض الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث الهواء. طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسوفو بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب في شمال البلاد، وإلا فستواجه عواقب من حلفائها الغربيين القدامى. وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوث الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيارتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عشرات الجنود من قوات حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلنطي ومحتجين صرب في شمال كوسوفو. رياضيا، توج ويست هام يونايتد الإنجليزي بدور المؤتمر الأوروبي في نسخته الثانية بعد فوزه على فيرونتينا الإيطالي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب فورتونا أرينا. وكان أيضا ويست هام تأهل للنهائي بعد فوزه على إيزيد الكامار بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل فيرونتينا للنهائي بعد تفوقه على بازل السويسري بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 بمجموع المباراتين. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.